اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عمده. ايه انتوا جايين كده؟ عارفين ان احنا وصلنا النجع ولا ايه؟ ترى يا فريد، انا مش العمده بتاع النجع ولا ايه؟ لازم اعرف كل حاجه بتحصل فيه. على رايك. ازيك يا حاجه؟ وحشتيني موت. تعيش يا حبيبتي، ما تشوفيش وحش ابدا. ها ازيكم يا بنات؟ شفتوا النجع وانتوا جايين؟ اتغير كتير مش كده؟ اصل انتوا بقالكم زمن ما جيتوش. عندك حق يا عمده، ما عشان كده بقى انا عايز انتهز الفرصه المره دي وافرجهم على النجع كله حته حته. عايز افرجهم على الساقيه القديمه وعلى الجرن اللي كنا بنلعب فيه زمان. فاكر يا صالح لما كنا بنهرب من ابوك الحاج الله يرحمه؟ ودي حاجه تتنسي برضك يا فريد؟ وتتعب نفسك ليه يا فريد يا ولدي؟ ياخدوهم ولد عمهم مع الغفر ويفرجوهم النجع حته حته. لا ليه؟ لا ليه؟ يعني يا فريد انا بقول يعني انه الجو دلوقتي حر، خليها لقبل المغرب شويه يكون احسن. الست جيهان بتتكلم صح برضك. يا صالح احنا مش عندنا الشماسي بتاعت زمان؟ موجوده يا سيدي، هتروح فين يعني؟ خلاص يا اخي، ياخدوهم الغفر وياخدوهم عيال عمهم ويفرجوهم على النجع ويفسحوهم وياخدوا في ايديهم الشماسي. يا شباب، هتخلي بالكم من بنات عمكم ولا لا؟ طبعا يا عمي. يلا يا ولد انت، هو بسرعه ساعة واحدة بس، ما تتأخروش عشان الغدا. يلا خلي بالكم. معاهم يا غفير. عمرك يا عمدة. ما تقلقيش ما تقلقيش، معاهم الغفر. اتفضلوا، اهلا وسهلا، البيت نور. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا صادق؟ الله يخليك. الحمد لله. جيهان أصرت تيجي تعزيكي بنفسها يا حاج. تعبتي نفسك ليه يا بنتي؟ ازاي بقى يا حاج؟ ده المرحوم كان غالي علينا كلنا، ده حتى بابا كان جاي معايا بس هو بعث يا شوية. ربنا يكون في العون. عموما تلغرافه وصل لينا، كتر خيره. بنات الكبر ما شاء الله يا جيهان، بيجوا عرايس. ما انت عارفة يا مرات أخويا، الأيام بتجري. والبنات بيكبروا بسرعة. يوم والتاني هتلاقيهم عرايس والعرسان بتخبط على الباب. خلاص خلوا العرايس عليكم والعرسان علينا. على فكرة يا جماعة، في خبر حلو يمكن يخرجنا شوية من اللي احنا فيه. قول يا اخوي. الله يفرح قلبك. جيهان حامل. ألف ألف مبروك يا بنتي. الله، أهو ده خبر زين. ربنا ينولك اللي في بالك المرة دي يا جيهان. كل اللي يجيبه ربنا كويس يا مرات اخويا. وبعدين ما انت عارفه البنات رزقها واسع، ده غير بقى انهم حبايب ابوهم. وزي ما بيقولوا الولد لاهل مرته. وقالوا بلدك ايه يا جحا؟ قال منها مرتي. سندس يا بنتي، قومي شوفي لنا الوقت الاخبار ايه. حاضر يا حاج. عمدي، في واحد عايز ابوك. طب عن اذنك يا فريد. عن اذنك يا مرات اخوي. اتفضل يا عمده، اتفضل. وتعبتي نفسك ليه يا بنتي؟ ده المشوار واعر عليكي جو وانت في اول الحمل وشكلك تعبانه اهو. والله انا قلت لها كده برضو يا حاجه، بس هي اللي اصرت تيجي. مش هتاجي تقف على الذبح يا حاجه؟ حاج يا بنتي. عن اذنكم يا ولادي. اتفضلي. ايه اللي قلته ده؟ قلت ايه؟ ازاي تقول ان انا حامل؟ عادي، مش اهلي ولازم يفرحوا معايا. يفرحوا معاك يا فريد ولا يفرحوا فيك؟ ايه اللي بتقوليه ده يا جيهان؟ انت ما سمعتش مرات اخوك بتقول ايه؟ ما قالتش حاجه الست، كلامها عاقل ومترتب، انت بس اللي حساسه زياده عن اللزوم. اسمع يا فريد، انا عايزه حياتي الخاصه اللي بيني وبينك تفضل سر وبس. بيني وبينك وبس يا فريد. سر؟ سر ايه يا جيهان؟ ده حمل. يعني لو عملتيه سر الشهر ده، الشهر اللي جاي هيبان عليكي. ولو يا حبيبي، انا مش عايزه اي مخلوق يعرف بحملي لغايه مولد واجيب الولد. طب ومش ممكن يا جيهان تيجي البنت؟ لا يا حبيبي، انا متاكده المره دي ان الولد جاي. ومتاكده ازاي بقى؟ يعني كنت عملتي سونار وانت في شهر واحد؟ يا جيهان يا حبيبتي، حبي اللي انت فيه وصدقيني لو رضيتي باللي ربنا قسمهولك هترتاحي. يا حبيبي فهمني،
أنا كل اللي قصدي. لا مؤاخذة يا جماعة، تأخرت عليكم؟ لا أبدا يا عمدة، أهلا وسهلا، تفضل. متشكر. بقولي أنا كنت عايزك بعد الغداء نقعد مع بعض كده ونتكلم في موضوع. بخصوص إيه يا عمدة؟ بخصوص ميراث المرحوم طبعا. يا عمدة يا عمدة، أنت بتقول إيه بس؟ أنا يا سيدي راضي بكل اللي أنت هتعمله ومستعد أمضي لك كمان. لا بس أنا بقول يعني إنه ده حقك وحق رشيد أختنا برضك، ومحدش ضامن الحياة من الموت. عداك العيب يا عمدة، الحق الصالح بيتكلم مظبوط يا فريد. خلاص خلاص يا عمدة اللي تشوفه. يعني عايز نعمل إيه يا عزم؟ أضرب الأرض ولا أطلعي فلوس؟ يا بابا دي فرصة، لو راحت مني مش هتتعوض تاني. يا حبيبي أنا عايز أعمل لك كل اللي أنت عايزه، بس دلوقتي أنا ما عنديش سيولة. اديني فرصة إن شاء الله أدبر أموري. أنا مش محتاج. اتفضل. هتشرب ايه؟ برتقال. انا هشرب ده. ماشي. انا مش محتاج المبلغ كله، انا محتاج 300,000 جنيه وده ربع المبلغ، على اللي هيحطه شركائي وهنقدر نقف على رجلينا. يا سلام، انت متصور ان المبلغ اللي بتطلبه ده بسيط قوي كده؟ انا نفسي اعتمد على نفسي واحس ان ليا كيان انا اللي بنيه. ده كلامك ولا كلام مراتك؟ مهما بتتدخلش في شغلنا انا وحضرتك، وبعدين كفايه انها وافقت لما حضرتك طلبت ان احنا نقعد معاكم في الفيلا اول ما اتجوزنا. يعني انت كنت عايزنا نقعد انا ووالدتك وشنا في وش بعض كده؟ ايوه، بس هي كمان ست وليها حق انها تحس انها زوجه وقاعده في بيتها. خلاص خلاص، انا اديني فرصه كده وانا ادبر الامور كلها. ماشي. مش الحاج صالح كان اتكلم معاك في مشروع كده؟ ما تفتحوا فيه تاني. ايوه هو اتكلم لكن ما قاليش اي تفاصيل. خلاص مش هنخسر حاجه. تحب اكلم فريد يفتحه؟ لا لا لا، فريد لا. خلاص كلمه، ده راجل محترم جدا ويمكن الحل يكون من عنده. ايوه ما انا لو كلمته هيطلب مني فلوس، وانت عارف انا حطيت كل اموالي في الشركه بتاعتي. والله اللي فهمته من القعده ان هو محتاج لاتصالاتك تخلص له حاجات في مقابل عمولات وبشكل قانوني جدا. تفتكر؟ بابا كل الدنيا ماشيه كده. طيب خلاص انا اكلمه وافهم منه. انا سمعت ان هو داخل مشروع كيماويات واسمده، محتاج يخلص موافقته. ايوه بس على العموم اما اعمل دراسه جدوى واشوف ايه المطلوب بالظبط وكده. بس ما تكسلش زي كل مره. انا مستعجل اكتر منك يا راجل. والنبي يا سماح ما تضغطي عليا وخليني براحتي. براحتك ده ايه؟ انت لازم تيجي تعيشي معانا هنا. اديكي شايفه البيت كبير واحنا نفرين، يعني ولا هتحسي بينا ولا هنحس بيكي. وبعدين بقى انت ما زهقتيش من عادتك لوحدك بعد المرحوم؟ اهي ايامه بتعدي، وبيني وبينك حكايه الشغل الجديد دي جات لي من السما، الوقت بيعدي زي الهوا. اللي قوليلي صحيح، صاحب الشغل عامل معاكي ايه؟ راجل مؤدب وشايلني فوق دماغه، تصدقي هو بيكلمني ما بيرفعش عينه فيا حتى. صحيح ابن ناس. طيب خلاص يبقى تيجي تقعدي معانا هنا، اهو على الاقل انت هنا اقرب للمكتب بدل ما بتنزلي كل يوم من المعصره لوسط البلد. هنا بقى هتاخديها ماشي. ربنا يعمل اللي فيه الخير. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. وانا اقول البيت منور ليه؟ منوره يا محاسن. ايه الغيبه الطويله دي يا اختي؟ ازيك انت يا صلاح؟ الله يخليك. اما تقومي يا ولية تعملي لنا لقمه نشق بيها رقنا. تشق ريقك الساعه 4 يا راجل، انا قايمه اجهز الغدا وهي فرصه محاسن معانا تاكل لقمه. على فكره يا صلاح انا مسكت في محاسن عشان تيجي تقعد معانا، هي بدل قعدتها يا اخويا لوحدها بعد المرحوم. احسن برضه لأحسن، الواد ابن عم المرحوم جالي القهوة ولمح لي على موضوع الشقة وقال لي إنهم ناويين يعملوا تكة عشان يمشوك من الشقة. كده؟ لله في لله؟ ما أنا قاعدة فيها من ساعتها ما حصلش حاجة. أنا بقول لك اللي أنا سمعته، حتى هو عرض عليا قرشين كده، قلت له أنا ماليش دعوة بالموضوع ده، حد الله ما بيني وبين الحرام، أدي الجمل وأدي الجمال. إحنا مش عايزين منهم حاجة. وبعدين بقى شقة أختها مفتوحة لها وأهلا وسهلا بيها في أي وقت. وأنت مالك أنت يا وليه بتتكلمي عنها كده ليه؟ يعني هي لما تطلع لها من الموضوع ده بقرشين مش احسن من عيونهم؟ عموما يا محاسن سيب الموضوع ده عليا انا هخلصه، بس انا عايزك تلمي حاجاتك من الشقه دي في اسرع وقت، لاحسن العيال دول لبط، طالما حطوكي في دماغهم يبقى مش هيطلعوكي منها ابدا. ما تقومي يا ولية تعملي لنا حاجه، دماغها على الطاق. حاضر حاضر، اسكت. منوره يا محاسن. تعيش يا صلاح. مبروك الوظيفه. الله يبارك فيك. على فكره بقى محاسن، انا عايزك لما تيجي تنورينا هنا مالكيش دعوه باي حاجه خالص، فلوس ان هي بتاعتك دي تصرفيها على نفسك،
انت هنا ضيفه في البيت بتاعك ده اللي انت عايزاه تأمري بيه يطاع على طول من جنيه المية محاسن. انت غالي علينا قوي. انا لسه ما وافقتش اني اجي اعيش هنا يا صلاح. ان شاء الله هتوافق يا محاسن، يعني ديك الساعة لما احنا انا هقوم اساعد سماح عشان لازم ارجع المكتب قبل ما الاستاذ يرجع. ماشي. على فكرة مكتب ايه اللي انت شغالة فيه؟ مكتب محاماة. يعني لو احتاجنا لك في حاجة كده ولا كده هتخلي الاستاذ يقف معانا؟ هو انت ناوي ترجع للسكة الزبالة دي تاني؟ حد الله ما بيننا وبين الحرام، خلاص بطلناها يا محاسن. عن اذنك ساعد سماح. اذنك معاك يا اختي. منورة يا محاسن، منورة يا اختي. ما تقومي انت ساعد خالتك. لو عوزتوا حاجة تانية تعالوا خدوا يا ولاد، الوكل كتير. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. منورة يا ست جيهان. منورة بيك يا حبيبي. ما تاكلي يا اختي، ده انت حامل ومحتاجة غذاء. خدي دي من يدي. لا معلش، ما باكلش لحم. ليه يا بنتي؟ انت مش عايزة الولد يطلع جديد ولا؟ من بقك لباب السما يا حاج. من حق فريد، بشكر للاستاذ صبري والاستاذ عبد المنعم علشان جو العزاء، يعني انا ما لحقتش اقعد معاهم. واحنا كنا في ايه ولا في ايه يا صالح؟ وبعدين دول مش غرب. لا قول لي صحيح، هم اخبارهم عاملين ايه في شغلهم في بيوتهم؟ الحمد لله ما فيش بيت يا صالح ما فيهوش مشاكل، بس العاقل بقى هو اللي بيوطد الريح لغايه ما تعدي علشان ما يضرش نفسه. عين العقل يا ولدي، ربنا يكملك بعقلك. فريد انا حاسه اني مش هعرف اكل الاكل ده، ده اكل دسم جدا، وحاسه اني حتى يعني يا جيجي كلي اي حاجه بس عشان الجماعه ما يزعلوش. يعني يزعلوا ولا اتعب احسن؟ لا لا خلاص خليك براحتك. طب يا جماعه الحمد لله، عن اذنكم. على فين يا مرات اخوي؟ ده انت ما اكلتيش حاجه، الصحن زي ما هو. خليها على راحتها يا صالح. يمكن اكلنا ما عجبهاش ولا حاجه. لا ازاي يا مرات اخويا، الاكل زي الفل، تسلم ايديكي. لو عاوزه حاجه خفيفه يا بنتش نعملها. لا يا حاجه انا الحمد لله شبعت، هطلع الجنينه اشم شويه هوا، عن اذنكم. اتفضلي اتفضلي. قول لي يا فريد، هو في حاجه بينك وبين مراتك ولا ايه؟ لا ابدا بالعكس. ابدا كيف؟ ده من ساعه ما جيت ولا بتتكلم وبترد على جد السؤال. يا ولا يا سدي خشمك وكل وانت ساكته. جرى ايه يا عمده؟ هو انا سدي خشمك ولا قومي هوينا؟ الله الله الله، جرى ايه يا جماعه؟ ما توحدوا الله يا امال.